أدرار وردة الجنوب وموطن العديد من العادات والتقاليد الشعبية التي تأبى الاندثار ويتوارثها الأجيال عن الأجيال. هناك تبرز الرقصة الأكثر شعبية على الإطلاق في الجنوب الجزائري، إنها البارود. رقصة البارود هي رقصة شعبية معروفة عبر ولاية أدرار، عبر كافة الأقاليم ولاية أدرار. تقريبا هي الرقصة هذه متوارثة عبر الأجيال، متوارثة عبر الأجيال. ويعد البارود الرقصة الأقدر على أن تجمع حواليها المئات من المتابعين في أدرار، لما تصنعه من فرجة وبهجة للجمهور العاشق لهذا الفن التقليدي، ما جعلها حاضرة في الأفراح والمناسبات. وكذلك البارود هو رقصة راهم يتنافسوا فيها الفرق بيناتهم، كما مثلا القصور، مثلا كل القصر تلقى عنده فرقة راهم يتنافسوا بيناتهم، وحنا ثاني رانا فرجة لينا وموسعة خلال هذه المناسبات المباركة إن شاء الله. هي أدرار ساحرة بجمال طبيعتها وبعاداتها وتقاليدها، ما جعلها محج العديد من السياح من داخل الوطن وخارجه.